اللي بيلعب بقى في وسط الملعب الهجومي لومار ولوبيز، وكذلك طبعا اللاعب المميز جدا رادامل فالكاو، مواجهه ما بين الميتادور اديسون كاباني ورادامل التايجر فالكاو. ادي دكه البدلاء باريس سان جيرمان النهارده، دكه بدلائه تراب وكورزاوا وتياجو موتا ومونيه ولسانا ديارا ونكونكو واللاعب امبابي. امامنا هي دكه البدلاء في التشكيله طبعا اللي امامنا، وزي ما قلنا غياب فيراتي وكيمبيمبي وغياب ايضا اللاعب المصاب طبعا واللي بيقود يعني بنسعى لنمو تاريخ النادي. وادي السلام وخطوره من جانب ارخيل دي ماريا، ولكن على طول كره تطلع الى خارج الملعب الى كاباني الى فابينو، فابينو على طول الى جورج، الكرات العاليه الخطيره موناكو، ولكن ضوء اعصاب باريس سان جيرمان وبدايه ليست مقنعه في ظل الضغوط اللي على اللاعبين. لكن الترجي لومار امامنا بيلعب الكره امامنا، هو موتينيو الخطير ويطلع من الجنب اليمين الى داني ألفيش، الكره العاليه بتعدي راجي، راجي ضيع، راجي ضيع الكره اللي جات له هديه هنا من اللاعب اندريا راجي في اللقطه الماضيه. شوف الكره بتاعي الى دراكسر اللي في كل مكان في الملعب وبالكعب من باستور يا ولد على البيرز اللي هو قريب من الانتقال الى صفوف باريس سان جيرمان. امامنا هنا اللي قدمه مع المنتخب البرتغالي، الكرات العاليه خطيره خطيره، الكره في اتجاه يمين وباستوري عايز يعدي، ولكن راجي المتواضع جدا هل يستغله؟ مش البي اس جي بيحاول يخلص، كمان يضيع، لكن عمل واحده حلوه لداني ألفيش، هي 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 جوفاني لو سيلسو امامنا يسجل بعد سلسله تمريرات، فريق يملك التشكيل والعناصر والشخصيه ويملك الرغبه في التتويج والفوز، ويسجل لو سيلسو امامنا الهدف الثاني ليه، كان سجل في مرمى ليل وهدف ايضا في كاس فرنسا في مرمى نان، لكن يسجل هدف التقدم هنا في ملعب حديقه الامم. منطلق داني ألفيش اللي عمل كره بالسنتي بالمقاس لسيلسو، يا ولد يا ولد يا كاباني، كاباني كاباني تاني وتالت ورابع دائما وابدا وسادس كمان، هو سادس اهدافه في مرمى نادي موناكو. كره حلوه قوي من يوري برشيش، وارتقاء وضربه راسيه روعه الروعه من جانب كاباني لا تصد ولا تصد. اسبوع 37 لو توجوا النهارده باللقب يحملوا الدرع في تلك المباراه، هنا الرقم بيحمله زلاتان ابراهيموفيتش كان قد حطم رقم زلاتان ووصل ل 166 هدف. وادي انطلاقه وهدف جديد، يا عيني يا عيني يا عيني من كل حد وصوبه، وارخيل دي ماريا يعمل الاتصال، هاتوا الدرع هاتوا الدرع، خلاص حسمت الامور، الارجنتيني ارخيل دي ماريا الهدف العاشر، وعشرة على عشرة يا ارخيل دي ماريا من كل ناحيه، مره من اليمين ومره من الشمال، والمره دي كره من العمق، مفيش رايه مفيش تسلل، وارخيل دي ماريا يعرف اللي اتكلموا عنه كتير، اللاعب روني لوبيز امامنا هنا، اللاعب البرتغالي القادم كان من نادي طبعا اللي كان انضم لنادي بنفيكا في الناشئين ولعب فيه وشال الكره الحقيقه بشكل رائع اللاعب ماركينوس. وادي الصراع، لكن ركنيه هنا لصالح نادي موناكو، صدمه الاهداف الثلاثه، اريولا الحارس اللي بيتصدى 3-1-2 خسر في اللقاءين، استلام هنا ومحاوله، ولد يا لعيب فالكاو، ولكن هنا التدخل على طول على طول، تدخل فالكاو يا ولد يا فالكاو، اليوم باستوري تحرر من رقابه، باستوري عاملها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، باستوري باستوري عملها حلوه قوي، ولم يخيب ظنه في هذه اللقطه اللاعب المتالق في مباراه اليوم اللاعب لوسنسو امامنا، كره ملعوبه حلوه حلوه حلوه، استعراض للقوه استعراض المهاره لوسنسو، بيسجل هدفين النهارده، واحد بالقدم وواحد بالراس بعد هذه الصناعه الجميله باستوري، الحاجات الجميله بقى اللي بيواجه الرات، وعنده رغبه كبيره في التتويج بلقب الكاس الفرنسيه، محاوله يعني ايقاف الخطوره، لكن البي اس جي في يومه في تسديده من موتينيو، لكن الى خارج الملعب موتينيو الى خارج الملعب، تاريخه حقق اللقب كاس الرابطه للمره، يعني يقال ان توماس توخيل هو المدرب القادم. انطلاقه هنا من مامي توري، ممكن هدف وممكن هدف ممكن هدف، يسجل روني لوبيز امامنا هنا هدف تقليص النتيجه في الدقيقه 38. ادي كره وانطلاقه وسط بقى التفكير في التتويج والاحتفالات، في انطلاقه هنا من اللاعب المامي ويسجل امامنا هنا، انطلاقه من جانب المدين رشيد غزال اللي دخل مكان المصاب سي دي بي، وعلى طول كره وتدخل قوي في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء بيدي خطا، حكم اللقاء يدي خطا، كان في تدخل قوي في اللقطه الماضيه
وامامنا هو رشيد غزال. فوز الكبيره لباريس سان جيرمان، وكره تمتطر في وجه رشيد غزال، كرة قوية جدا من نقطة، هي نقاط التتويج في حين النقاط 70 نقطة عند فريق نادي موناكو. كرة لكن بتعدي، كرة من اللاعب اللي كان بيعدي، وأمامنا هنا استلام رشيد غزال، هجمة من جانب صانع الهدف الوحيد أمامنا كان من أندريا راجي. ركنية ثانية في المباراة من جانب بشكل حامل لقب البطولة، ما زال هو البطل حتى هذه اللحظة. دخل مكان سيدي بيه المامي توري، يلعب كرة حلوة راسية من روني لوبيز اللي أمامنا هو كرة هدف بتضيع. روني لوبيز كان ممكن يسجل، تبقى 4-2. البي اس جي في حالة بقى من يعني المدافع جورج، أمامنا ماركو دي أوليفيرا، والكعرضية من جانب اللاعب. الأخطاء المتكررة الحقيقة، كرة خطرة جدا، روني هدية لكن يتألق أريولا، كرة من باستوري مارلر، كرة روني لوبيز. مارسيليا ممثل الكرة الفرنسية في مواجهة مع ريد بول سالزبورغ، بالو وسافيولا وجاياردو وسوني أندرسون، قايمة كبيرة الحقيقة من اللاعب جدا من جانب اللاعب اللي بينطلق في الجانب اليمين كافاني. أمامنا يلعب كرة مع فالكاو لكن على طول ترتطم الكرة في وجه رابيو، فرصة وشفنا الكرة بتاعت فالكاو، أدي استلام وأدي التمريرة، أرخل دي ماريا، يا ولد فايق أرخل دي ماريا، لكن شوف التمريرة روعة، باستوري بيصنع للمواطنين الأرجنتينيين، بيخلق لنفسه الحقيقة المساحة، والمرة لأرخل دي ماريا اللي بيسجل أرخل دي ماريا الهدف الخامس في هذه الليلة، وهدف التفوق ليؤكد أرخل دي ماريا في محاولة جديدة لكافاني، وادي الفرصة ممكن، لكن هدف الخامس عن طريق أرخل دي ماريا، ثنائية لأرخل والحاجات اللي بتتعمل والمهارات وفرصة لاستعراض القوة، وعدى حلو ورد يا دراكسلر، وكرة بالكعب أرخل دي ماريا، كان من الممكن أن يكون الهدف الأجمل هذا الموسم. وعلى طول روني لوبيز عايز يبحث عن المساحة، يلعب الكرة العرضية، لعب له مباراة كبيرة جدا باستوري، خطأ كان فادح لباستوري، لكن عايز المميز الحقيقة روني لوبيز البرتغالي، لاعب مميز ولاعب شاب عليه عيوب كتيرة جدا، وتسديدة المرة دي من النجم الجزائري رشيد غزال. أمامنا هنا أدي رشيد سير بيبحث عن اللقب الرابع ليه على التوالي، بي اس جي تونغ واحد من نجوم صاحب ال 106 مباراه وسبع اهداف مع منتخب السيليساو. ادي امامنا الغاسي اللاعب لومير، تمرير رشيد غزال سدد واحده حلوه لومير، لكن المره دي ادي داني الفيش يا ولد، الاستلام روعه والثاني تقليبه ولحظه كده دراكسلر، لكن باستوري في كل مكان في الملعب، ارخل دي ماريا الطويله، لسه سوء في الاداء، سوء في التمركز، غياب الرقابه، وادي امامنا هنا كافاني، الكرات الدفاع نادي موناكو ضعيف جدا والمنتظر، وامامنا الاستلام هنا 5-1، أرخل دي ماريا إلى دراكسلر، أرخل دي ماريا ولكن يتعامل معها أخيرا سوباتيتش. شوف أمامنا هنا رابيو اللي غادر الملعب ودخل هذه المباراة بعد طبعا دخول اللاعب مونيلا، هيلعب ظهير أيمن، وادي كورة جديدة وهدف جديد هنا، لقطة تعبر عن ما يحدث ما بين جيميرسون وراجي، وهدف هنا عن طريق القائد، عن طريق تياغو سيلفا اللي بيسجل الهدف السادس والتاني ليه هذا الموسم، سجل في مرمى ميتس. مهمة الباستوري لأن كل مرة بيذكر اسمه كأبرز الراحلين، وكرة هنا من جانب يوري بيرشيش المتألق الحقيقة. دراكسلر إلى باستوري إلى كريستوفر إنكونكو، تسديدة لكن إلى خارج الملعب، إنكونكو إلى خارج الملعب، هنا من جانب باستوري وسط الأهات وسط المتعة، الهدف السابع لمن يستحق، السابع لدراكسلر، هو اللي يستحق انه يسجل في هذه اللقطة. امامنا هنا في كل لقطة في كل هجمة يسجل البي اس جي، فوز تاريخي، واي انتصار وما اجمل انتصار.